بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن نباتات تعود الحياة. جاء على موقع البي بي سي بعنوان نباتات مجمدة منذ قرون تعود إلى الحياة، أن العلماء رصدوا عدد كبير من النباتات التي كانت مدفونة تحت الجليد في مناطق قطبية في كندا، حيث أزهرت النباتات طحلبية كانت متجمدة لمدة 4 قرون. ويؤكد العلماء أن هذا يشبه العودة إلى الحياة بعد الموت. صراحة ما نقول له سبحان الله. هذه الحقيقة العلمية المكتشفة حديثا أشار إليه القرآن قبل 14 قرنا. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها والله أعلم.